يسعدنا أن يكون في حلقتنا النهاردة الدكتور نبيل جبور، وهو علامة من علامات خدمة الأسرة في مصر. ابتدأ هذه الخدمة في عام 1980 وامتدت لمدة 10 سنوات لغاية عام 1990، سدد خلالها الكثير من احتياجات العائلات بمصر، وأيضا تلمذ الكثير والعديد من القادة اللي ما زالوا مستمرين في هذه الخدمة الهامة بمصر. بعد 1990 دكتور نبيل جبور، ياريت حضرتك تحكينا عن خدمتك في هذا الوقت وأنت بتقيم في شمال أمريكا. سنة 1991 انتقلنا إلى كولورادو في الولايات المتحدة، ومن وقتها عندي عدة مسؤوليات، منها تدريس في عدة كليات لاهوت مواد مكثفة. وبالمدة الماضية كتبت كتابين، واحد اسمه في خطى السيد باللغة العربية، ممكن تنزيله من الويب سايت بتاعي www.nabiljabour.com. في كتاب آخر كتبته باللغة الإنجليزية اسمه Unshackled and Growing: Muslims and Christians on the Journey to Freedom. دكتور نبيل جبور، خبرتكم الزوجية استمرت ل 35 عام، يا ترى ما هي المبادئ الرئيسية اللي تعلمتوها في هذه المرحلة؟ أنا بتهيألي في عدة احتياجات أساسية عند كل إنسان. بعض هذه الاحتياجات ومن أهمها الاحتياج للحب والاحتياج للإحساس بالقيمة والتقدير، والناس بيحاولوا يملوا الفراغ اللي جواهم بأساليب متنوعة. في بعض الناس بتفكر أنه متى ما جابوا عربية جديدة الفراغ اللي جواهم حيتملي. الناس آخرين بيفكروا متى ما لقوا شقة يسكنوا بيها الفراغ ده حيتملي. أحيانا أخرى بعض الناس بيفكروا متى ما لقيت شريكة حياة أو هي لقت شريك حياة ليها حيملى الفراغ اللي جواها. مرات منشوف شخص مثلا عانى في طفولته ببيته، أبوه عامله بطريقة قاسية قوي، ونفسه حد يحبه. بتعرف على فتاة بالجامعة، بوقع بالحب بيها، وعلاقتهم تتعمق، وبتدي فكر ربما هي دي اللي حتملأ فراغ اللي جوايا أنه أكون أنا شخص محترم ولي قيمته. ما بين هي أبوها ساب البيت وأمها ربتها هي وأخواتها، وتعقدت من الموضوع ده وفقدت كل ثقة عندها نحو أي رجل. لكن وقت اللي تعرفت على الشاب ده واكتشفت أنه حقيقة بحبها، بروح على المدرج بالجامعة وبحجز لها كرسي بدري، وهي بتيجي متأخرة ومبسوطة وبتشوفه عم ينتظرها وبتقعد جنبي، وبتشعر أنه الفراغ اللي جواها تملى. بتجوزه ويوم الفرح بيعمل عهود، وبيفكروا أنه اللي الاحتياج اللي عندهم اتملى. لكن هي ابتدت علاقة معاه حتى تملأ فراغها، وهو
تجوزها حتى يملأ فراغه. في حشرة اسمها القراد، القراد ده بيمسك بالكلب وبيمص دمه. مرات الحياة الزوجية بتكون قراد على قراد وبدون كلب، وبتبتدي المشاكل إلى أن يولد الابن الأول وبينسوا احتياجاتهم، والولد الطفل بيبتدي يملأ الفراغ اللي عندهم. لكن آجلا أو عاجلا، حتى لو بعد 25 سنة بس يتجوز الولد ده، بس يكبر ويتجوز ويسيب البيت، بتلاقي الراجل قاعد مع مراته، هو بيقرأ الجريدة وهي بتفرج على التلفزيون، وما فيش علاقة بينهم. ليه؟ لأنه ما تعلموش يبنوا حياتهم على أساس متين، وما تعلموش يملوا العطش اللي عندهم بعلاقة قوية مع الله. أنا حسب إيماني ما فيش حاجة تقدر تشبع احتياجنا للحب والتقدير زي علاقة قوية مع الرب يسوع المسيح. آتي إليك يا يسوع، أنت المريح. آتي إليك بدموعي وبقلبي جريح. آتي إليك يا يسوع، أنت المريح. آتي إليك بدموعي وبقلبي
في مثلا آية بتقول بمزمور 23 عدد 1: الرب راعي فلا يعوزني شيء. متى ما الإنسان تعلم أن يشبع بعلاقته مع الرب، الإنسان ده عنده قدرة على العطاء، مش دايما يتسول ويطلب من الناس أنه تشبع الاحتياج اللي عنده. آية أخرى بيوحنا 7:37 و38، المسيح قال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. فالأوفر أو الدعوة موجهة لنا، هل عايزين نشبع احتياجاتنا من خلال علاقة عميقة مع المسيح؟ دكتور نبيل جبور، في رأي حضرتك ايه هو تصورك للعلاقات الأسرية السليمة وازاي بتميزها عن العلاقات المرضية؟ انا بتهيألي في وحدة روحية تتبعها وحدة نفسية، واخيرا وقت الزواج تتم الوحدة الجسدية. ما هو اساس الوحدة الروحية؟ اساس الوحدة الروحية 2 شبعانين بالرب وعندهم قدرة على العطاء. أنا بتهيألي أي واحد ما عندوش الشبع ده يمكن بدري يفكر بالزواج. من أهم الأمور الإنسان ممكن يعد نفسه ليها حتى يتزوج ويكون زواجه سليم، هو أن يتعلم أن يشبع بالرب. ده أساس الوحدة الروحية. ماذا عن الوحدة النفسية؟ وقت الخطوبة الراجل بيوعد مراته أنه من دلوقتي لآخر حياته حيعطي نفسه لهدف رئيسي، أنه يرفعها ويشجعها ويبنيها. بنفس الوقت هي بتعمل عهد شبيه لي، عم تعيش مش لتشبع احتياجها، حتعيش حتى تساعده لكي يطفو فوق الماء. بعدين وقت الزواج بتتم الوحدة الجسدية وبصير الوحدة بين الاثنين متكاملة. لأعطيك مثال، وقت اللي كان ابننا الصغير اللي اسمه نادر صغير قوي، شاف أخوه الأكبر منه 5 سنين بسبح كويس، عايز يتعلم يسبح وتعلم الفري ستايل اللي هو السباحة الحرة، لكن جه للسباحة على الظهر ومش عارف يتعلم. قال لي: أنا نفسي أتعلم صير زي أخويا. قلت له: أنا هعلمك. نزلت معاه على حمام السباحة، ده أيام سكننا بمصر، وقفت بمكان قادر أقف بيه، وقلت له: لنادر املأ رئتينك بالهواء وافرد جسمك كده وأنا هأحملك. لنفترض كان وزنه 20 كيلو، أنا حطيت إصبع عين كده تحتيه ولقيت أنه عم أديله ماكسيموم 2 كيلو، لكن المية حاملاه. في وقت من الأوقات لقيته أنه ما فيش داعي لإيدي، سحبت إيدي كده وهو ضل عايم لوحدي، إلى أن شعر أنه صوابع إيدي مش لامساه، خاف وابتدى يغرق، أديت له 2 كيلو. أنا بتهيألي بالحياة الزوجية ممكن نوصفها 2 بحمام غطس، والراجل والست ما يقدروش يوقفوا لأنه حمام السباحة عميق. بقى الوحدة الروحية، أساس الوحدة الروحية بالمثل ده، أنه إزاي الراجل يتعلم يطفو ويخلي راسه فوق المية، كذلك الست. لكن منشوف ببيوت تعبانة بدل ما الراجل عم يعوم لوحديه والست عم تعوم لوحديها، ومش بس كده عم يأدوا واحدهم الآخر عند الاحتياج 2 كيلو، لكن المية هي اللي حتحملهم، ربنا حيحملهم، ربنا حيشبع الاحتياج ده. لكن وقت بيكون الإنسان شاعر باحتياج لدفع وتشجيع، هنا بيجي دور 2 كيلو. الزواج السعيد 2 في حمام الغطس، 2ناتهم رافعين رؤوسهم فوق الماء، ولكن نفس الوقت هدفهم يرفعوا واحدهم الآخر ويشجعوا واحدهم الآخر. الزواج التعيس 2 بحمام الغطس، و2 عم يعانوا مش قادرين يحافظوا على رؤوسهم فوق سطح الماء، وبدل ما يرفعوا واحدهم الآخر بتشوف الراجل بحط إيده على كتف مراته حتى هو يتنفس وبيغرقها، وكذلك العكس. ده الفرق بين نوعين من الزواج. I'm
نبيل، الحقيقة اللي قلته بيفسر ظاهرة تحول الوحدة الزوجية في بعض الأوقات للصراع بين الأزواج، فبيحدث كثير من المشادات الزوجية في بعض الأحيان. يا ترى أثناء المشادات الزوجية كل شريك بيحس أنه شريكه هو العدو لي، إيه رأي حضرتك في التفكير ده وإزاي نتعامل معي؟ اتنين تجوزوا، لنفترض راجل ومراته، عندما تجوزوا صاروا جسد واحد. يقول الكتاب: يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنان جسدا واحدا. الراجل يوم الأيام بيروح على اجتماع إعداد لمؤتمر بالصيف، ومفروض يرجع الساعة 10 بالليل، لكن منشوفه أنه تأخر قوي لحوالي الساعة 11 وربع. مراته قلقان عليه، بس يجي بتبتدي تستجوبه: ليه تأخرت؟ والاجتماع انتهى أي ساعة؟ ومين كان بالاجتماع؟ وبيقول لها: بس انتهى الاجتماع وقفنا كده نتكلم. طب مين كان واقف عم يتكلم؟ فلان فلان فلانة فلانة. بس يذكر فلانة رقم 2 هي
تبتدي تستجوبه بشكل وليه كده وليه تأخرته. هو بيقول لنفسه يبدو أن مراتي من نوعية البتغير، أنا مفروض ما أقول لهاش كل حاجة لأن ما تقدرش تتحمل، خايف منها، عايز ترس يحميه منها، بيبني ترس. بعد فترة من الوقت مراته تتجرأ أن تطبخ لي الطبخة المفضلة بتاعته، بتصرف ساعتين أو ثلاثة عم تعد الطعام وإلى آخره، بيجي من الشغل بياكل اللي أعدته بساعات بربع ساعة وما بيقولش ولا كلمة، حتى ما بيقولش شكرا. بقى هي عايزة تعرف، تقول له إيه رأيك؟ بيقول لها مش عارف، في حاجة غلط بالطريقة اللي طبخت الطبخة دي، لو تتصلي بماما وتسأليها عن الطريقة الصح لطبخ الطبخة دي. هي بتقول بنفسها أنا عملت جهدي، وهو بيقول لي كلام زي كده. إذا عايز يأكل الأكلة دي يروح لعن مامته، ما بحياتي هطبخ له الطبخة دي تاني. عملت إيه؟ حطت ترس لتحمي نفسها منه. مع الوقت بيلاقوا نفسهم بيت من المؤمنين، لكن إبليس ساكن في وسط هذه العائلة. الوضع الصح هو أنه الإنسان ما يعتبر شريك حياته كأنه عدوه. الحاجة المهم أنه إزاي الإنسان يتذكر إن كان رجل أو امرأة أنه عدوي إبليس مش مراتي، وهي تقول لنفسها عدوي إبليس مش مراتي، بقى عدو الاثنين هو إبليس. بالوضع ده بيكونوا هما بيت متكامل، لكن الترس بتاعهم ربنا اللي بيحميهم من إبليس، بقى صار إبليس ورا الترس وهم الاثنين خلف الترس محميين من شخص الرب.
أنا بتهيألي النصيحة اللي بحب أقولها أنه دائما نتذكر من هو عدوي. إبليس هو عدوي وشريك حياتي، هو حقيقة شريك حياتي، ونحن الاثنين محميين بربنا من إبليس وهجماته.